كما كان منتظر مقابلة صعبة بالنسبة لنا احنا ضد منافس يمر بفترة انتعاشة قصوى خاصة على أرضية ميدانه تقريبا في مرحلة لي بالمقابلة كل فاز بيهم اه الولاد بقصروش على مستوى البلوك كيب على مستوى افتكاك الكرة اه التحولات اللي عملناهم خرجنا العديد من مرات في وضعيات انت هجوم سريع مالوروزمون ما عرفناش كيفاش نترجموهم الوضعيات هذوما بهدف يعطينا الاسبقيه كيما اون ميم كيف كيف فريق طنجه كان عنده هجمات سريعه القدام كان واجب علينا باش نكون واقفين كما يلزم باش نوقفوا له الخطوره نتاعهم. المقابله كنا تنتظروا تكون قويه حكم قيمه الخصم المفاعل مرحله الفراغ اللي اللي تعيش كذلك تذبذب في النتائج احنا من جانبنا كنا تنعرفوا بانها مقابله لن تكون حاسمه لكن نقاط ديالها كانت مهمه يعني استعدينا بما فيه الكفايه اظن بانه قراءتنا للخصم كانت جيده اجبرناهم ما مره باش يعتمدوا على اللاعب الطويل الذي لا يناسب اسلوب لعبهم هذا من جهه من جهه ثانيه كنا حاضرين في الثنائيات في النزالات اللي بوكو الدليل بانه كانوا تصفروا بزاف الاخطاء كانوا بطائق صفراء كانوا كانوا بطاقتين حمراوتين كذلك تهم اللي بعثروا يعني ابخي زعما الكارتون Rouge ديالنا احنا كانوا فراغات فراغات مي على العموم تتبقى نتيجة يعني زعما عادلة نظرا للمحتوى ديال المقابلة وما قدمه الفريقان وبالنسبة لنا كنقطة من الناحية الرقمية وخصنا ن... إلى خدينا بعين الاعتبار كذلك نتائج الفرق المنافسة التي يهمها أمر النزول فهي نقطة جد مهمة ولا خدينا بعين الاعتبار كذلك ما مات المباريات المتبقيه لكل فريق اظن بانه كنا كنا تنقلبوا على الفوز اظن بانه حتى في مستودع الملابس كانت لن اقول حسره لكن سيتي با زعما لا ما كناش فرحانين بهاد النقطه مي اتيت روبوزي زعما وبحكمه وبتبصر النقطه كانت ايجابيه غادي تنفعنا في يعني في في الحصيله الرقميه النهائيه من نهايه الموسم اظن بانه المقابله كانوا فير بلاي يعني احترموا مبدا تكافؤ الفرص لعبوا بجديه كبيره ما كانوش فرص كثيره وكانوا زعما ما كانش تهديد حقيقي على المرمى محاولتين زعما سانحه يعني اللي زعما اللي كانوا يتسجلوا منهم اهداف للفريقين الحارسين كانوا حاسمين كذلك في تحقيق النتيجه أه سيناريو المقابلة يعني لم يكن منتظرا من الجانب ديالنا أه يعني خروج تراري ديال أه كياني بعت الاوراق ديالنا كذلك البطاقة الحمراء البطاقة الصفراء اللي خدا بوكسير انا تو اوبليجي باش لحقاش هو يخدم في واحد المنطقة اللي فيها بوكو دو دويل بوكو النزالات نزالات خفنا عليه ياخد كارتون روج كانوا لاعبين اخرين كذلك اللي عنده سبعه البطاقات الصفراء كان ديك كان يلعب باحتياط مجموعه من الامور يجب تدبيرها واكراهات نعيشها بشكل يومي وفوالا لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبرس.